للحديث عن كل هذه الأمور ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب السيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك رائد معنا على سكاي نيوز عربية. نبدأ بما حصل في الأسواق العالمية أو خصوصا الأسواق الأمريكية. يوم أمس بمجرد ما وصلنا إلى 2.95 فقدت الأسواق الأمريكية جميع مكاسبها من 300 نقطة لداو جونز إلى ناقص 150 نقطة. إلى أين نتجه في العوائد والأسواق الأمريكية؟ بالتأكيد عوائد السندات الأمريكية تعتبر محرك رئيسي في الفترة الحالية للأسواق الأمريكية وتثير مخاوف المستثمرين في أسواق الأسهم إجمالا فيما يتعلق بارتفاع حجم الدين الأمريكي وفيما يتعلق باتساع العجز التجاري طبعا عجز الميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يعطي نوعا من الضغوط على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وعلى توقعاته في الفترة القادمة. في الوقت الذي يعني فيه ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أن هناك إقبال ضعيف نوعا ما على هذه السندات، وبالتالي يعني وجود هذا الارتفاع في العوائد يمثل فرصة للمستثمرين للتخلص من المخاطرة التوجه نحو العوائد المرتفعة على السندات إجمالا. يعني هذا وضع يشير إلى عدم وضوح، إلى نوع من فقدان الثقة في الأسواق نوعا ما من قبل المستثمرين وعدم الرغبة بالمخاطرة بشكل كبير. لكن رأي بنفس الوقت يعني الارتفاع العوائد على السندات إلى مستوى 3%، العديد من البنوك ذكرت الآن انه في مرحله الخطر، بمعنى حتى ايضا لدينا عراب الفدرالي الامريكي السابق ألان جرينسبان ذكر بانه ايضا سوق السندات في فقاعه، وبيل جروس رئيس التنفيذي لبيمكو ذكر بانه حان الوقت لانفجار هذه الفقاعه، ومنذ ذلك الحين ونحن نشهد الارتفاعات في العوائد، بمعنى لا يوجد طلب على السندات. يوم امس كان لدينا الاوكشن او اللي هو المزاد على السندات، العوائد عاليه والطلب ضعيف. يوم امس ايضا ما قبل يوم امس نفس الشيء. اليوم لدينا الأوكشن أو اللي هو أيضا المزاد على السندات لأجل 10 سنوات توقعات تشير إلى نوع من السلبية. لماذا الآن الحديث من جديد عن خطر السندات بينما هذا الخطر كان متواجد منذ فترة طويلة؟ تماما، هي يعني كانت الفقاعة عم تكبر معنا. يعني هذا الأسبوع عندنا حوالي 200 فوق 250 مليار دولار أمريكي تم طرحها عبر السندات في المزادات، وبالتالي لتمويل موازنة الفجوة فيها والعجز فيها يزداد بشكل كبير بنتيجة تخفيض الضرائب، بنتيجة زيادة الإنفاق الحكومي. بالتالي يعني نحن في مرحلة تتسارع فيها الأحداث بشكل كبير في الوقت الذي يعني بيانات ومؤشرات الاقتصاد الأمريكي إيجابية ولا تحتاج هذا الإفراط في التوسع في الدين. وبالتالي أيضا إذا بدنا نرجع شوي لفترة لورا كان في عندنا بعض التصريحات وإن كانت غير مباشرة بإمكانية أنه الصين مثلا تدعو إلى عدم التوجه إلى السندات الأمريكية وما إلى ذلك. هناك تخوف بشكل كبير من السياسات الحماية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مالكي سندات من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نوع من التخوف من السياسات المستقبلية، وهذا يضعف ثقة المستثمرين إجمالا وبالتالي يقلل من جاذبية السندات الأمريكية، ولذلك نرى عوائدها ترتفع بهذا الشكل. طبعا هي مستويات مرتفعة وخطرة في المرحلة الحالية، وتعني أنه ممكن يكون ما في عندنا التمويل الكافي لخطط الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، ويضعف الثقة أيضا في أسواق الأسهم التي لم تستمتع بعد بتخفيضات الضرائب بالشكل المطلوب، أو أنها استمتعت خلال العام الماضي كاملا قبل أن تحدث التخفيضات بالشكل المطلوب. بالتالي نوع من الضغط السلبي على المستثمرين في الفترة القادمة لأنه في عندنا أجواء ضبابية. نعم. بالنسبة أيضا يعني في ظل كل ما يحدث أين نتجه؟ يعني الجميع من يحضر الآن يسأل أين نتجه؟ نتجه دولار، ذهب، عملات سواء كان عملات أخرى يورو وغيرها، أين تتمركز الآن في الأسواق رائد؟ إجمالا يعني لا تزال هناك ثقة في الملاذات الآمنة في الوقت الحالي، لا تزال هناك ثقة في اليورو وتعاملاته وعودة الارتفاع بشكل أكبر. لاحظ أن اليورو واصل الارتفاع على الرغم من التراجعات الأخيرة، لكنه لا يزال محافظ على مكاسب ولا يزال طريق أمامه مفتوح للمزيد من الارتفاعات، قد تصل إلى ما فوق مستويات 1.30 خلال منتصف العام إذا ما جاءت بيانات التضخم بالشكل المطلوب الإيجابي، واللي هي يعني كانت مرتبطة بشكل كبير بتحسن أسعار النفط، دعمت
مستويات التضخم إجمالا بالارتفاع أيضا يعني في الوقت الحالي. الذهب الذي لا يزال محافظ نوعا ما على ارتفاعات فوق مستويات 1320 دولار للأونصة ويفتح المجال لمزيد من الارتفاعات. قوة الدولار الأمريكي نلاحظ أنها محدودة نوعا ما، يعني تكون مؤقتة وخلال فترات قصيرة ومن ثم يعود للضغط لفترات طويلة تمتد إلى أسابيع. يعني نحن مرينا بضغط على الدولار الأمريكي لأكثر من 3 أو 4 أسابيع في مطلع تعاملات هذا العام مع عودة للارتفاع بشكل طفيف، لكن الضغط لا يزال مستمر على الدولار الأمريكي وبالتالي هذا يتيح الفرصة لباقي العملات أمامه. لكن رائد، في ظل ارتفاع مرة أخرى أيضا السندات وتراجع في أسعار أو في أسواق الأسهم، أليس ذلك من المفترض أن يدعم الدولار بشكل أكبر كما شاهدنا خلال 4 جلسات الماضية؟ تماما، هذا حدث هذا الأمر. الدولار الأمريكي أيضا مرتبط بموضوع تسعير رفع أسعار الفائدة عدد مرات الرفع. طبعا الأسواق إلى حد ما يعني كانت تأمل أنه يكون هناك رفع ب4 مرات أو أكثر من 3 مرات، ولكن الفدرال الأمريكي في محضره الأخير أقر بأن سوف يلتزم بالخطة وبعدد مرات الرفع ب3 مرات في الفترة القادمة، وبالتالي خروج التضخم عن السيطرة ممكن يضغط على الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة. إذا ما كان فعلا يعني بوادر التضخم الجامح يعني وخروجه عن السيطرة سوف يضغط على أداء الدولار الأمريكي بالانخفاض، وبالتالي سوف يضطر الفدرال الأمريكي لتعديل في السياسة النقدية وبالتالي إمكانية الرفع بعدد مرات أكبر. حتى الآن هناك نوع من القوة المؤقتة للدولار الأمريكي نشهدها خلال التعاملات الأربع جلسات الماضية. بيتكوين رائد أين نتجه؟ هل انتهت؟ يعني يوم أمس حاول اختراق مستويات 11500، هي مستوى تقني مهم لكن عدنا إلى مدونها، الآن متراجعين $1000 عن تلك المستويات. أين نتجه بالبيتكوين برأيك؟ إجمالا البيتكوين النفس الطويل الآن بدأ يفرض معالمه على تعاملات هذه العملة الإلكترونية، بدلا من أن يكون التذبذبات حادة وخلال فترات قصيرة بدأ الصعود تدريجي ولكن ضعيف، لكن لا يزال هناك احتمالية للارتفاع. لا ننسى أنه وصل البيتكوين عنا لمستويات منخفضة قريب أو دون مستويات $6000 للبيتكوين الواحد، ومن ثم عدنا لما فوق مستويات 10000 خلال فترة أسبوع. كان هذا الأمر يحدث سابقا خلال فترة جلسة أو يوم أو اثنين نشهد مثل هذه الارتفاعات. إجمالا نتوقع إمكانية مواصلة الارتفاع، اختراق هذا الحاجز وعودة للارتفاع، لكن خلال مدة زمنية أطول قد تمتد عنا حتى نهاية الربع الأول حتى نصل إلى مستويات قريب الـ $14,000 للبيتكوين. رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب سيد رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.